كما أكدت وزيرة التضامن دكتورة نيفين القباج أنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات لسيدات شمال سيناء لتوفير فرص عمل حقيقية لهم. جاء ذلك خلال الجولة التي قامت بها لمركزي رفح والشيخ زويد، يرافقهما محافظ شمال سيناء واللواء محمد عبد الفضيل شوشة. نتابع جولات ميدانية لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج في قرى مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، وحوارات مع المواطنين العائدين لتلك القرى، والهدف رفع كفاءة المنازل وتقديم مساعدات لهم بقيمة 30 مليون جنيه. يأتي هذا فيما أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية لهذا الجزء الغالي من أرض مصر. إن شاء الله أنتوا في الأيام القادمة في العديد من السادة الوزراء أيضا بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية حييكم ويرتقوا بيكم، وإن شاء الله كل يوم لازم تحسوا أن في تغيير عن اليوم السابق، لازم هتحسوا بهذا، وأنا بوعدكم جميعا وانتوا عارفين يعني العلاقة بيني وبينكم انه ان شاء الله كل يوم لازم يبقى فيه حاجة مختلفة في صالح المواطن. حاجة التانية اللي انا باكد على ان كل الناس اللي موجودة في مدينة رفح ومدينة الشيخ زويد كل حقوقهم وكل طلباتهم ان شاء الله هتكون مستجابة والدولة بتبص لها بعين الاعتبار. وخلال الجولة تفقدت الوزيرة قافلة الهلال الأحمر الطبية في الشيخ زويد، واطمأنت على الخدمات الطبية المقدمة للأهالي في تخصصات العيون والنساء والأنف والأذن والمسالك، وأكدت أن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها، وأن الوزارة تنفذ عددا من البرامج لصالح الأسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها. ووعدت الوزيرة الأهالي بدراسة مطالبهم كافة وتقديم الدعم المستمر لهم. شريف رضوان للتلفزيون المصري.